قام رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن بمواصلة الاحتفال بعيد الشرطة بمختلف الشوارع والميادين وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلي السيارات. وفي هذه المناسبة أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم لرجال الشرطة ودورهم في تحقيق رسالة الأمن. لوحة احتفالية تزينها الفرحة والبهجة عمت شوارع الجمهورية مع نزول رجال الشرطة إلى الشوارع والميادين وسط المواطنين للاحتفال معهم بالذكرى 71 لعيد الشرطة، والتي ترسخ لمعاني التضحيات والفداء من أجل كرامة الوطن، وهي معاني يقدرها المصريون الذين تفاعلوا مع رجال الشرطة وأثنوا على جهودهم وتضحياتهم، مقدمين التهنئة لهم بهذه المناسبة. والمفروض احنا اللي نجيب لكم الهدية مش انتوا اللي تدونا الهدية. بجد بجد كل سنة وانتوا بألف صحة وخير وسلام، وربنا يحميكم يا رب، وقلبنا فداكم كمان. كل سنة وانتوا طيبين وربنا يحافظ عليكم، انتوا الأمن والأمان. كل سنة وانتوا طيبين بعيد الشرطة، ودايما يا رب كده مصر أمن وأمان ومبسوطين على طول. كل سنة وهم طيبين، وشكرا على الهدية الحلوة دي. احنا ولادك يا بلادي، الفكر في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا. بلادي سد ومنيع وفوق الجميع، ودايما حافظها ربنا. وكل مسلم او مسيح شايل اسمها، يديها قلبه وروحه وحياته كلها، ولادها ابطال اسود. هيشوف امن وامان على حسهم بصراحه بعد ربنا، يعني ربنا يبارك فيك وربنا يخليكم لينا ويخلونا الدنيا كلها امان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين ومصر بخير يا رب دايما، ودايما معايشينا في امن وسلام. كل سنه وهم طيبين، ولادها ابطال اسود وقد العهود، وجوه قلوبهم حبها. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب، انا اديلك عينيا وقد المسؤوليه، وشرطه شعب احنا ايدنا واحده على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها. وكل باقات من الورود وهدايا متنوعة أهداها رجال الشرطة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتهنئة متبادلة بهذه الذكرى الوطنية المخلدة في ذاكرة التاريخ المصري، والتي تجسد التلاحم بين الشرطة والشعب. فعيد الشرطة هو عيد كل المصريين. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة. ربنا يوفقكم ودايما حافظين مصر، واحنا الشعب كله معاكم طبعا. طول عمرنا كده حاسين بأمان بوجودهم معانا، كل سنة وهم طيبين. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة. الاحتفالات بعيد الشرطة امتدت إلى المتحف المصري بالتحرير، حيث تم توزيع الورود على مرتاد المتحف من ضيوف مصر على خلفية موسيقات الشرطة التي استقبلت السائحين بمعزوفات وطنية متنوعة. كل سنة وانتو طيبين، كل سنة وانتو طيبين. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا اديلك عيني وقد المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. والمفروض احنا اللي هنقدم لكم الوردة دي على الامان اللي انتم عايشين فيه، ما يرضي الله والله. وانتم امان للبلد وحسن امان للملايين، يعني في كل حتة بصراحة. بصراحة حضراتكم طيبين جميعا. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. فرحة المصريين بالشرطة هي تقدير لهؤلاء الرجال الذين يسهرون على أمن الوطن، وتقديرا لتضحيات يبذلونها في سبيل تحقيق ذلك، فهي عيون لا تنام. كل
كل سنه وانتم طيبين ويا رب تكونوا بخير دايما يا رب وعيد شرطه سعيد ان شاء الله. ربنا يخليك ربنا يخليك وبنعلى بيكم ربنا يخليك والله العظيم بنعلى بيكم ربنا يخليك بنضهركم في اي حاجه. مبسوطه ان احنا عندنا ناس حلوه ومحترمه وفخوره بالناس دي وشرطه البلد. كل سنه وهم طيبين وجعل سنه سعيده عليهم ربنا يقويهم على اللي هم فيه ويحميهم وينصرهم ويحمي رئيس مصر وجيش مصر يا رب. امين امين امين.